اليوم الخميس 14/9/2017 العودة الطوعية لعدد 170 مهاجر غير شرعي من الجنسية السودانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. هذه أول رحلة للمهاجرين غير شرعيين السودانيين، طبعا بنتجهوا بهم تول لمطار معيتيقة في طائرة خاصة وفرتها منظمة الآيوم ترفعهم بإذن الله لبلادهم الخرطوم. نور الدين محمد نور الدين. الليلة الواحد حاسس بسعادة كبيرة إنه راجع لوطنه بعد فترة قضيناها هنا وكنا مشدودين في البحر وجينا مركز اللي هو عندنا 40 يوم حاليا.